حملة أمنية واسعة النطاق شنتها وزارة الداخلية على منطقة جليب الشيوخ فجر اليوم، وذلك في إطار الحملات الأمنية المفاجئة والمستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة. استمرارا للحملات الأمنية المفاجئة للقضاء على الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، قاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد حملة أمنية واسعة النطاق على منطقة جليب الشيوخ، رافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات المركزية اللواء جمال الصايغ، وبمشاركة القيادات الأمنية الميدانية المعنية. وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية في بيان لها أنه مع الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس عام 2016، كانت القوة المعنية المكلفة بالمهام الميدانية قد أتمت انتشارها وتمركزها في محيط وموقع الحدث، وذلك وفق الخطة الأمنية التي بدأت بطوق أمني محكم لمنطقة جليب الشيوخ، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وإطلاق إشارات التحرك، بدأت القوات الأمنية بمداهمة الأماكن المستهدفة من أجل السيطرة الكاملة على جميع منافذ المنطقة، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع كافة الوحدات والأجهزة الأمنية الميدانية والدعم والإسناد وفق الخطة المعدة لذلك. وإن الحملة حققت النتائج المرجوة بعد أن تم ضبط 4015 مخالفاً، وبالتدقيق على البيانات الخاصة بهم تم تحويل 1053 للإبعاد والجهات المختصة، حيث جاءت مخالفاتهم على النحو التالي: 13 جنائي، 5 أشخاص دخول البلاد بصورة غير قانونية، 115 تغيب، 27 مدني، 47 مخالف قانون الإقامة، 2 مخدرات، 112 عمالة سائبة، 95 انتهاء إقامة، 504 بدون إثبات، 58 إلقاء قبض، 5 مطلوبين، 3 خمور، 2 للمصلحة العامة، 11 شخصا سرقة اتصالات دولية، و5 مركبات، و13 تصنيع خمور. فيما تم إطلاق سراح الباقين، وذلك بعد استكمال الأوراق الثبوتية الخاصة بهم والاطلاع عليها ومراعاة الجانب الإنساني، حيث ما زال البعض منهم يستكمل إجراءات منحه للإقامة القانونية في البلاد. وأضاف أن الحملات مع الملاحقات الأمنية سوف تستمر، وذلك وفق الواقع الميداني وما يتطلبه ذلك من إجراءات أمنية وقائية للقضاء على بؤر الفساد والإجرام ومخالفي القوانين، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية.